المهم هلا دراسة عن الشعب اللبناني قد ايه مبسوط بحياته. دراسة بتقول، ففي تقرير سنوي لمؤسسة جالوب حول المشاعر والتجارب السلبية في البلدان، توقعت المؤسسة تحطيم اللبنانيين الأرقام القياسية في هذا المجال، وذلك في نهاية عام 2020. فوفق إحصاءات العامين الماضيين، ارتفع مؤشر القلق من 40 إلى 65%، وتضاعف الحزن من 19% إلى 40، والغضب من 23% إلى 43، والتوتر من 46% إلى 51. نحن أكثر شعب مكتئب بالعالم، ألف مبروك شباب. الغضب، الحزن، الاكتئاب كله طلع، صرنا ورا فنزويلا بالتضخم، والدولة الأولى بالعالم بالاكتئاب. فنحن عم نربح ألقاب وين ما كان، عم نجمع ميداليات وين ما كان. أوجي الاكتئاب والحزن وين ما كان، بتحضر حتى برامج على التلفزيون، وكيف ما بتبرم بتتأثر، بتنزل دمعتك. حتى بتكون عم تحضر شيف أنطوان بتلفن حدا بتتأثر، لا بتتأثر، عم جيب تلفن حدا بتتأثر. أوكي. ألو بونجور. الله معك شيف أنطوان. يا أهلا. معك كوريا صافي. منيح كتر خير الله. بس ما بغني. نعم. شو قال له؟ وديع الصافي. قال له معك وديع الصافي. قال له أهلا. قال له بس ما بغني. قال له شو؟ ما فاهم. ما انتبه. ما عم يدق لك وديع الصافي. واف. عم بدق لك وديع الصافي. خلص ضاعت العالم، شعب مدبرس بكب حكي شو ما كان. ليك على الراديو هذيك المرة. شكرا فيصل. تحية لأيرك أستاذ أكرم حلبي، وعلى أمل نهار الخميس. أوكي رجعت لي إياها. شكرا فيصل. تحية لأيرك أستاذ أكرم حلبي، وعلى أمل نهار الخميس. قوم بوسو. وحلبي. ما معقول. لا شو بيجي صغير واخضر. نحن من بيت الكاجو. تشوف الديبرشن على الاخر. مين اكثر شخص ديبرس على الجمهوريه اللبنانيه؟ رملاء نكد. ديبرس؟ مش معقول، هي اكيد ديبرس، ولا ما بتعمل هيك مقابله جمعه الماضي على الجديد. شو عملت؟ اول شيء هي ديبرس وتمام دبرس على الاخر، دبحها كل الوقت عم بيعذبها بالمقابله، كل الوقت عم بيعذبها. يا حرام، لتشوف قد ايش شعب قد ايه. احنا اليوم صار شو بيقولوا معيار الكآبه عالي. انت مين؟ انت شو؟ انت شو؟ شاعره فنانه. يا عيب الشو. مش عيب عليك تقولي انا شاعره لبنان الاولى؟ شو هالمسخرة اللي وصلنا لها؟ يا عيب الشوم. رملقنا يا ليه؟ يا عيب الشوم. أنا التاريخ. يا حبيبي. ايه عرفت. مبسوطة بالسخافة هاد. يا عيب الشوم عليكي على اللي عملتيه. أنت تاريخي خزبالة. أنت مسخرة. فهمي؟ تفاهتك على السوشيال ميديا شو معناتها؟ فري ما عندي الأغاني. السخافة؟ عن جد مريضة. إيه؟ عن جد. عن جد حرام. حرام. مصيبة يا عيب الشوم، مصيبة. صار شيء تمسح فيها الأرض. جابها ليمسح فيها الأرض from A to Z. جيب فيليدا مثلا. ايه برافو عليك. برافو عليك مرتي جاي جيب فيليدا. برافو عليك ومسح فيها الأرض عادي رواق. عادي بتصير توجوج. بس هيك حرام؟ حرام. حرام عطرة والله حرام، عن جد حرام. أنا مش كتير حرام بس. لك وأخذها لمحلات يمكن هي ما بدها إياها. بتبلعي وما بتبلعي ولا قصص. شوف. هيدي الحلقة عم بتوترتني، ما عم ببلع تمام، بس أنا عم بقول لك تعبتي من الجلد؟ مش أنت جبتيه لحالك؟ أنا جبته لحالي؟ إيه معي غير نكهة. بجملة واحدة قال لها بتبلعي، قال لها ما تعبتي من الجلد، قال لها جبتيه لحالك، وقال لها أنا غير نكهة. لعبة؟ شو هي؟ قال لها بتبلع؟ قلت له ما عم ببلع. قال له طب جبتيه لحالك؟ قلت له ما جبته لحالي. قال له طب انا غير نكهة؟ قلت له اوكي. ما بدي، رحت له اخر شيء. قال له ما شبعتي جلد. ما شبعتي جلد تراخ. سيفة خلاقية، عندها ريكسونات وعندها شغلها المضبوط. برافو. لا هي بترد، عندها هاي الغمزة، هاي بترد شو ما كان، عندها غمزة ابو جيك، هيدي اللي بترد كل شيء، عندها غمزة ابو جيك. هي اللي ما بتخلي حدا يأثر عليها شيء يا زمان، عندها غمزتها المرة. غمزاء نكد. شوف غمزاء نكد.
ليه هالغمزة؟ لا ما انه عم بقول هيدي معروفة فيها. ايه؟ تريدت مارك لقلي لرملة نكر. شو هي؟ عمال معروفة رجعت لي اياها بعد. ليه هالغمزة؟ لا ما انه عم بقول هيدي معروفة فيها. ايه؟ تريدت مارك لقلي لرملة نكر. شو؟ تريدت مارك. هاي غمزة تريدت مارك؟ يا كريدت كارت يا تريد مارك. بس بس تريدت مارك شو تريدت مارك؟ يعني تريدت يعني تريد مارك مدفوعة؟ تريدت مارك؟ يا كريدت كارت قصدي. لا رملة نكرة. لا رملة نكرة. شو؟ هيدي 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 تريدت مارك. هيدي ريولانتو هاي. فيك ترجع تحضر هالحلقة من لهون وبس عبر أبليكيشن الـ LBCI ساعة اللي بدك وين ما كنت.